كشف نقاب عن أول آلية عسكرية معدلة من تصميم الرائد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة حملت اسم ذيب، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك الذي أقيم تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وتعد هذه الآلية العسكرية واحدة من الآليات التي سيستخدمها أفراد قوة الحرس الملكية الخاصة لأداء واجباتهم ومهامهم العسكرية، والتي تتميز عن غيرها بنظام الحركة 4×4 وبسرعة تصل إلى 140 كيلومتر في الساعة بمستوى خاص في التدريع وكذلك التسليح، وبالإضافة التي تم اعتمادها وفق تصميم الرائد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وبهذه المناسبة قال سموه: إننا نشعر بالفخر والاعتزاز بعد الإعلان عن الآلية العسكرية المعدلة ذيب خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للدفاع، فهذه الآلية التي قمنا بتصميمها على الشكل المعدل والأخير التي ظهرت به في المعرض كانت بمثابة الحلم الذي حولناه إلى حقيقة وواقع، والذي يمكن أن يعزز خطواتنا نحو البدء في التفكير بالاتجاه نحو التصنيع العسكري الذي سيكون له المردود الإيجابي في رفع قدراتنا القتالية والعسكرية. وقد وجه الرائد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الشكر والتقدير للعميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي على دعمه ومتابعته الدائمة لتنفيذ هذا المشروع الذي بالفعل رأى النور في توقيت مهم يتزامن مع تنظيم البحرين لفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للدفاع الذي يساهم في تعريف المشاركين بهذا المشروع، والذي يضم ويدعم سمعة البحرين كدولة متطورة على الصعيد العسكري، مقدرا سموه في الوقت ذاته جهود ضباط وأفراد قوة الحرس الملكية الخاصة الذين شاركوا سموه تنفيذ هذا المشروع. الابتكار عنوان ليس بجديد وليس بغريب، رسمت ملامحه بفيض مشرق لمستقبل باهر، ليؤكد بأن العمل قائم والهدف واضح والحصاد مستمر، تؤتي ثماره خدمة لمصلحة الوطن لتتماشى مع الرؤية التي أرسي دعائمها على المديين القصير والبعيد. فقد ناقش الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة على جدار الإبداع ما يسهم في تعزيز النهوض بالسلك العسكري ليضيف رونقا خاصا في جودة الصناعة الوطنية الدفاعية. ذيب أو آلية ذيب، آلية عسكرية صممها سموه تواكب آخر التحديثات الأساسية التي تساير متغيرات وتواكب التحولات ومتطلبات كفاءة الأداء في مختلف ميادين العمليات، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع التصنيع داخل المملكة من جهة، ومن جهة أخرى ترسيخ مكانة البحرين بصفتها قوة قادرة للدفاع عن ترابها ومصانعها. ذيب الآلية التي تقوم بعدة مهام يستخدمها أفراد قوة الحرس الملكي الخاصة لأداء واجباتهم ومهامهم العسكرية، كما تجسد الوصول إلى مرحلة تصنيع المعدات العسكرية بأيدي وخبرات بحرينية خالصة، ما يبرهن على أن الجهود التي يتم بذلها والموارد التي يتم تسخيرها دائما ما تكون دعامة مهمة لقواتنا المسلحة الباسلة.